لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتابي البيوع من متن دليل الطالب، وما زلنا مع باب الرهن، ووصلنا إلى قول المصنف: وللراهن الرجوع في الرهن، وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم، فإن قبضه لزم. هذا الكلام معناه، انتبه معي أو إيضاحه، أن الأصل كما تعلمون في الرهن أنه عقد لازم بالنسبة للراهن، يعني في حق الراهن عقد لازم، ليس له أن يفسخ وليس له أن يرجع فيه. أما بالنسبة الراهن دلوا عليه الدين اللي هو برهن الراهن، كما أوضحنا ذلك في الدرس السابق، الراهن اللي هو عليه الدين، فبيرهن هذا الراهن مقابل ايه؟ ديني، او استيساقا للدين، او ليستوفى منه عند تعذر السداد. طيب، بالنسبة للراهن العقد في حقه عقد لازم، اما بالنسبة للمرتهن فالعقد في حقه عقد جائز. صاحب الحق ممكن يرجع يقول له يا عم خد رهنك خلاص وارجع في الرهن، لان هذا حقه ولو ان يسقط عادي. يبقى انتبه معنا، ان احنا خدنا قبل كده في العقود ان في عقود لازمه للطرفين، الطرفين العقد، وعقود جائزه للطرفين زي الوكاله، وعقود لازمه من طرف وجائزه بالنسبه لطرف. الرهن من العقود اللازمه من طرف وجائزه من طرف اخر. بالنسبه للراهن عقد لازم، ما يقدرش يرجع في الرهن طالما تم العقد ورهن الرهن خلاص. طيب، اللزوم ده بقى عشان نفهم كلام الايه المصنف صحيحا، اللزوم ده بيبدا بمجرد العقد، يعني يصبح الرهن لازما بمجرد انعقاد العقد، ام يشترط فيه القبض، ام يشترط فيه القبض، يعني بيصير هذا الرهن لازما بمجرد العقد ما يتم، ام بمجرد ام لابد من ان يقبض، يعني يستلمه او يتسلمه المرتهن. طب تقول لي انا مش عايز صوره المساله عشان تفهمها اكتر. واضح؟ انت اردت انك تشتري سلعه اجلا بالتقسيط او اجل، ماشي، يعني هتودي فلوسها بعد شهر بعد شهرين او بالتقسيط. طيب، فالبائع قال لك اريد رهنا، اريد ايه؟ رهن استوثق به لهذا الايه؟ الدين الذي، او هذا الايه؟ السند اللي عندك ده. واضح؟ فانت اتفقت ان ترهنه سيارتك، ساعتك، تليفونك، اي رهن، ماشي، اتفقت، وبناء عليه تم الايه؟ العقد. هنا هو لسه ما تسلمش، قدامنا صورتين، صوره انه تسلم الرهن خلاص دي ما عندناش اشكال، وصوره انه لم يتسلم الرهن، تم العقد بس لسه ما جبتهوش السيارة أنت، بس اتفقت وأعطاك أو باعك بناء على اتفاقه معك في أخذ الإيه؟ الرهن، وأنت اتفقت على كده. طيب، جيت أنت بقى اتفقت والرهن ما سلمتهوش له لسه، هل يا ترى يصبح العقد لازم بمجرد ما اتفقته، ولا لازم يتسلم الرهن؟ يعني لك ان ترجع بعد ما تكون خلصت الموضوع، لك ان ترجع وتقول له خلاص انا ايه خدت السلعه بس الرهن مش هقدر اسلمه لك، او انا مش لازم رهن، او الحاجه دي انا محتاجها او مش هقدر ارهنها،
هل يجوز لك هذا ام بمجرد يعني اقبلت ان ايه ان عقدت العقد واتفقت على الرهن صار لازما وليس لك هذا؟ انتبه معي، دي صورة المسألة. والله ان حصل قبض احنا مش في القبض دلوقتي، احنا بنتكلم في صورة الرهن قبل ان يخبط. هل يلزم بمجرد الاتفاق واجراء العقد ولو لم يقبض، ام لا اقبلك ايه لابد من قبضه حتى يصير لازما؟ واضحه مش واضحه؟ ها طيب، المساله دي فيها قولان للفقهاء، فيها قولان لايه للفقهاء. جمهور الفقهاء حنفيه والشافعيه الحنابله الا في روايه، عندهم لابد من القبض، لابد من الايه، ولذلك هو ده راهنا على مذهب الحنابله المشهور في المذهب والمعتمد عنده، ان للراهن الرجوع في الراهن ما لم ايه يقبضه المرتهن. يعني اجرى العقد واتفق وقال لك انا هاخد الثلاجه ديت اجيب لك فلوسها بعد شهر يعني اجل، انت قلت له عايز رهن، قال لك ماشي ان شاء الله اجيب لك التليفون رهن، اجيب لك الساعه، اجيب لك العربيه، ومشي وما حصلش قبض، بيقول لك هنا لون يرجع فين؟ في الراهن. ماشي، وده مذهب الجمهور. طب ليه يا جماعه؟ قال لك والله الرهان ده في وصفها في القران رهان مقبوضه، فوصفها بان كونها ايه؟ مقبوضه، فدل ده دل هذا على اشتراط القبض حتى يصير الرهن ايه؟ لازما، والا لما وصفت بانها ايه؟ مقبوضه. وقال لك ده الرهن عقد ارفاق ماشي، فلا يلزم الا بالقبض كالقرض، زي ما القرض ما بيلزمش الا لما تقبضه ثم قبضتوش ما ايه؟ خدت بالك مش لازم، ليس لازما في حق ده نفس الايه؟ يعني انا ممكن اقول لك انا هدي قرض ايوه واجي بكره وارجع في اي ظرف عندي ماشي، ما تجيش تقول انت قلت لي امبارح هدي لك، لا ده عقد ارفاق لا يلزم، ايوه انا وعدتك وكذا ولكن عنا لي اي ظرف، عرفت انك انت راجل مماطل، انا احتجت الفلوس احتاجها بعد كذا يوم، لا تلزمني يا قرض عقد ارفاق تبر وارفاق مني مش الزام، ده عشان قلت لك تقول لي خلاص وانت قلت وانت وعدتني وانت كذا وانت حصل حصل اي ظروف يا اخي، خدت بالك؟ لا القرض كده. طب الرهن كده بالظبط، تابع معي. القول الثاني، يبقى انا عندي القول الاول ان الرهن ايه؟ ها؟ لا يلزم الا بالايه؟ بالقرض، وعشان كده للراهن الرجوع في الرهن ما لم ايه؟ يقبضه المرتهن، واضحة؟ القول الثاني لا، انه لا يشترط القبض في الايه؟ الرهن، بمجرد العقد يصير لازما، وده مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة. طب ليه يا جماعة؟ قالوا انت ده عقد، والله عز وجل قال أوفوا بالعقود، وأنا عندي دعام في جميع العقود أنت مطالب أنك إيه؟ تفي بها الا ما اتى النص او استثناء الشرع، لكن مفيش نص، الى الاصل الايفاء بالايه؟ وهو عقد معك العقد بناء على ايه؟ على هذا، على اشتراط الرهن. انتبه معي، كونه بقى تسامح معك واعطاك الشيء او السلعه ولم يقبض، خدت بالك؟ مش معناه انه يسقط الايه؟ يعطيك الحق في الرجوع في الرهن، والا ده نوع من الخديعه والمخاطئة ما تنفعش. ده عقد، والرهن عقد لازم في حق الايه؟ الراهن، وعقد لازم يجب الوفاء به، وده ظاهر الآية، خدت بالك؟ ولذلك لو اشترط، وما ليس عندنا دليل ينص على اشتراط القبض فين؟ في الراهن. طب يا جماعة والآية فرهان مقبوضة، ها؟ قال لك إن ده ليس صريحا في اشتراط. طب معي، ده خرج مخرج الايه؟ الغالب، ان الغالب في الرهان بتبقى ايه؟ مقبوضه، لكن الايه ليست صريحه في اشتراط القبض حتى يصير الرهن لازما. طب معي، وبناء عليه قالوا وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، ده الراجح، اتفقت ان في رهن، مش بعد ما تاخد السلعه تقول له لا، هذا هو الراجح، لان خلاص العقد اجري، ها، وانت ملزم بالوفاء بالعقود والالتزام بالشروط، الا شروطا احلت حرام، وده شرط حل حرام، ليس كذلك، يبقى يلزمك الايه؟ الوفاء. ويبقى مذهب المالكيه في هذا الباب هو الراجح، الراجح خلاف ما ذكر
المصنف الروايه الثانيه عند الحنابله ان هو وقول المالكيه، يبقى ده ايه الراجح؟ ان لا، ليس للراهن الرجوع في الراهن حتى ولو ايه ولو لم ايه يقبضه المرتهن. واضح؟ طيب، يقول ولم، ماشي، يصح ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه. الراهن ده ليس له ان يتصرف في الرهن بعدما رهن، بعدما تم الرهن ليس له ان يجري عليه اي تصرف من التصرفات الماليه الا باذن الايه المرتهن. يعني ليس له ان يبيعه. انت رهن البيت ده مقابل مال او مقابل دين او اي امر، ليس لك ان تبيعه الا باذن الايه المرتهن. ليه؟ لانه بالرهن تعلق به حق للغير، واي تصرف سيترتب عليه اهدار هذا الايه الحق، فلا يجوز. يبقى ليس لك ان توقفه، تقول انا ايه هوقف البيت ده، هوقف الحاجه، ليس لك ان توهبه، ما دي كلها تصرفات ماليه. ليس لك ان تجري تصرف اخر على هذا الشيء المرهون بغير اذن الايه صاحب المرتهن. اذن لك كان بها، طب لم ياذن ليس لك هذا. ليه؟ لتعلق حق الغير به، واي تصرف ايه. ولذلك كان قلنا القاعده اللي ذكرها الشيخ السعدي في القواعد الفقهيه، لانه صار مشغولا، ده مشغول بالرهن، وكل مشغول ايه لا يشغل. مثاله المرهون والمسبل الموقوف، مثاله ايه المرهون، كل مشغول ايه، اي كل ما كل شيء او كل عين شغلت بتصرف معين لا تشغل بغيره. ضرب مثلا بالايه، يعني دي موقوفه ما ينفعش تبيع بقى ولا ايه ولا ترهن ولا خلاص، دي موقوفه. باب دي مرهونه لا ينفع توقف ولا تبيع ولا تقول خلاص. وضحت؟ فده كده ايه؟ استثنى هنا حاجه بقى من ايه؟ يبقى ده الاصل. ما ذكره هو الاصل في الايه؟ ها؟ في الرهن، انك انت ما ينفعش ايه؟ ها؟ تمام. استثنى شيئا، قال الا الايه؟ الا الايه؟ العتق. يعني كان راهن عبد، راهن ايه؟ الراهن كان عبد. او اما. ماشي؟ بيقول لك بقى له، او اذا اعتق الراهن هذا العبد وهذه الامة، ها، يقول لك صح العتق وعليه قيمته. يعني يبقى يلزم نقول له تهاب قيمة الايه؟ ليه بقى؟ قال لك لان العتق ايه مبناه على السريان والتغليب، اصبح كده تنازع هذا العبد امران، الرهن والايه والعتق، يبقى نقدم الايه العتق، نقدم الايه. ده قوله هنا وقول بعض اهل العلم. ماشي. القول الثاني، المسألة دي فيها قولان بتاع العبد برضه، لا يصح لا العتق ولا غير العتق، ليس له ماشي أن يتصرف فيه. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن ده فيه إسقاط لحق المرتهن، أسقط حق إيه؟ المرتهن. قال لا، طب أسقط حق المرتهن يعني، بس ده عتق فيه فائدة، الواحد يعتق وعليه قيمة. قال لك ما أنا عندنا أدلة تفيد هذا المعنى، تفيد هذا الايه؟ خاصة برضه موضوع العتق. ولما تعلق به حق الغير لم ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الايه؟ العتق. زي يا جماعة زي حديث جاب الرجل اللي كان عنده ايه؟ عبد. لا اخبرك فاعتقه عن اخبرك عن ايه؟ دور المدبرة، يعني اذا مت انا خلاص انت معتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا اتى به، قال ألك مال غيره؟ قال ايه؟ قال لا، خدت بالك؟ ما عنديش مال غير هذا. قال من يشتري هذا؟ ها، امضى العتق؟ لا، لم يمضي هذا العتق. اشتراه واحد صحابه ب 800 درهم، ب 800 ايه؟ درهم، انتبه معي. ثم قال له انفق هذا على نفسك، ثم اخبرك ابدا بنفسك، خدت بالك؟ فتصدق عليها، فان فضل منها شيء فلاهلك، فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك، فان فضل عن ذي قرابتك.
وهكذا. هنا قال طيب عندي، يبقى ده كان عتق اهو، لكن ده ما عندوش غيره، يعني هو يحتاج بالمال اللي عنده، فقدم حاجه لنفسه او لو عنده اولاد، وكفى المرء اسما لو ضيع من لاقوه. فالغى ايه؟ لانه متعلق بحق الايه؟ الواجب الضمانه فين؟ في الغاء العتق لتعلقه بحق الايه؟ المعتق بحق الغير. عندنا كذلك حديث عمران بن حسين اللي هو الرجل كان عنده سته مماليك ماشي، سته مملوكين ماشي، فعند موته لم يكن له مال سواه، عمل ايه؟ دعاهم ماشي، فايه؟ فقال لهم ايه؟ انتم ايه؟ اعتقوا السته. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا جاب السته، ثم جزاهم صلى الله عليه وسلم اثلاثا اثنين اثنين اثنين، ثم اقرع بينهم، فاللي خرجت عليه السهم اعتقهم التلت. طب اعتق تلتهم ليه؟ لان الراجل ده من حقه يوصي بالايه؟ بالتلت، مع ان كان العتق للسته. واللي الاربعه ردهم تركه تقسم على الايه؟ على البيت، والغى عتقهم. فدل هذا ان العتق زي غيره اذا تعلق بحق الغير ايه؟ لم يم. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، وهذا هو الايه؟ الراجح. طيب يبقى انا عندي لا يجوز للراهن ان يتصرف في الشيء المرهون الا باذن المرتهن، لا في العتق ولا في غير الايه؟ العتق. طيب وكسب الرهن ونماؤه رهن، وهو امانه بيد المرتهن لا يضمنه الا بالتفريط. انتبه معي، كسب الرهن ماشي ونماؤه لمين؟ خدت بالك معايا ازاي؟ امانه بيد المرتهن ماشي، الكسب نفسه داخل مع الرهن، يلحق بالرهن، سواء كان هذا الكسب والنماء ايه؟ متصلا او ايه؟ او منفصلا. في اذان يا جماعه، الحاجه الوقائيه اللي لو استفدت منها بعد، انتظر انتظر، كله هيجي، ما تستعجلش، اللي انت دماغها جاي ان شاء الله، جاي في الماده دي من اللي هيأذن. طيب ماشي يا جماعه، انا عندي الشيء الايه؟ الشيء المرهون ده ممكن يبقى له نماء، ممكن يبقى دابه حيوان بتلد وله نماء، واضح؟ واضح له نماء، النماء بتاعه المتصل والمنفصل يلحق بين، انتبه معي، بالشيء الايه؟ المرهون، هيجي بس تفصيل دلوقتي، واضح؟ طيب وهو أمانة بيد الإيه؟ المرتهن، أمانة بيد الإيه؟ المرتهن، واضح؟ أمانة يعني إيه؟ إن الرهن ده أمانة، يعني لا يضمن للمرتهن إلا إذا فرط، لأن الأصل في المرتمن، يعني أنت لو مدي وديعة عند واحد زي المودع، وديعة أو الوكيل لو لم يأخذ، لو ياخد أجل المتبرع، ماشي يا جماعة؟ الرهن قلنا إيه؟ له حالتان، مقبوض وغير مقبوض، يعني ممكن الرهن يقبضه وممكن ما يقبضوش، المرتهن يفضل عادي بس وراه، وقلنا برضه حتى لو فضل بيد الراهن عقد ايه؟ لازم، يعني مش نتصرف فيه، وضع ده القول الرابع، وممكن يقبض الايه؟ الرهن، في حال قبضه للرهن، يعني خد الرهن عنده، خد السياره عنده، خد المش عارف، الحاله ديت اصبح هذا الرهن بيد المرتهن من باب الايه؟ ها؟ الامانه، مؤتمن عليه. كونه مؤتمن يا جماعه يعني لا يضمن الا اذا ايه؟ فرض. حصل لاي تلف، اي شيء لهذا الرهن فان المرتهن لا يضمن الا اذا ثبت تفريطه. وهذا هو الشان في الايه؟ في المؤتمن. زي المؤتمن؟ زي اللي انت مودي له مثلا شيء وديعه عنده. فبقى ايه؟ بقى لولا انك تأتمنه كنت هتودي له الوديعه بتاعته او الحشيه ده؟ ها؟ طب ما يجيش بيحصل له حاجه تقول له لازم تضمن. ما كانش حد اخبارك ايه؟ يتسلم وديعه ولا امانه خالص. لا، عندنا القاعده الشرعيه ان الايه؟ المؤتمن لا يضمن الا اذا فر سبب تفريط، وهنبين دلوقتي. طيب يبقى الرهن من هذا الباب، الرهن من هذا الايه؟ الباب، على كلام يعني الرهن من هذا الباب ان هو في الحاله دي لا يضمن امانه بيد الايه؟ لا يضمنه الا بالتفريط. طيب التفريط ده يا جماعه ايه ضابطه؟
ايه ضابط التفريط؟ ايه ضابط الاهمال؟ ما كل ده ما هو ده التفريط، ما التفريط يساوي الاهمال يساوي العرف. ليه؟ لان انا عندي قاعده شرعيه ما لم يرد تحديده شرعا، او قاعده يعني يقبلك فقهيه في هذا الباب، ما لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغه نرجع فيه الى العرف. يبقى اللي يحدد ان الراجل ده فرط او لم يفرط الايه؟ العرف. الضابط في هذا العرف، اللي يقول ده تفريط او مش تفريط. زي ما معروف الجاري، العرف الجاري بين الناس، اذا كان هذا العرف يثبت ان ده تفريط يبقى تفريط. طيب هنا هو بيقول انا ما فرطتش، واحنا بنقول له انت فرطت، صارت خصومه، صارت ايه؟ ما العمل في هذه الخصومه؟ انتبه معي، طالما انه مؤتمن يبقى عندنا حق امران في البينه. ان كان في بينه انه فرط فخلاص البينه، خلاص سلطان البينه، فما فيش سلطان خلاص، انت ادعيت انه فرط ومعك بينه واضح، يبقى خلاص على كده فرط، حكم بالبينه، بينات هي المقدمه، بين على من ادعى. طيب مفيش بينه وانت بتقول هو بيقول، وانت بتقول قلنا يا عم اليمين، انت بتقول لا انا احلف، نقول لك لا اليمين يمين من هنا، القول قوله هو لانه مؤتمن مع يمينه، يبقى هو اللي يرضي اليمين، راجل مؤتمن، خدت بالك معايا ازاي؟ القول قوله مع الايه؟ مع اليمين، واضحه دي اللي ما ضحتش؟ ده لو حصل للمشيء للمرهون ايه؟ او للرهن ايه؟ تلف او شيء من هذا. طيب وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا يمتك منه شيء حتى يقضي الدين كله. بعض الرهن تلف، تقول له خلاص البعض تلف، هات الايه؟ الباقي؟ لا، يظل الباقي مرهونا لحد ما يقبل ايه؟ الدين، لان الدين تعلق بكل هذا الرهن، وتلف جزء من الرهن لا يسقط الايه؟ الحق في بقيه الايه؟ الاجزاء الاخرى. والله حصل جزء حصل له تلف من هذا الرهن، الباقي برضه لسه ايه؟ قائم لحد ما ايه؟ ما ينقضي ويمتك العقد وينقضي الدين وينقضي الدين ايه؟ كله. انتبه معي، واضح؟ الرهن ده توثيقه للدين كله، مش معنى تلف جزء تلف جزء منه يبقى خلاص تلغي، لا ما تلغيش الرهن، ليس لك هذا. طيب واذا حل اجل الدين، ماشي؟ واذا حل اجل الايه؟ الدين، وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم ياته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له، لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بقى كده كده معروف حاجه اسمها حلول الاجل، اللي هو احنا محددين اليوم اللي انت هتسدد فيه، يوم اداء الدين، اسمه ده حلول الاجل. الدين المؤجل مؤجل الى اجل معلوم، الى وقت معلوم، الوقت اللي هو معلوم ده لسداد الدين بنسميه حلول الاجل. حل الاجل يعني جه الوقت السداد، ده وقت الايه؟ السداد، حلول الاجل، حل الاجل بتاع الدين. والراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم ياتي بحق، قال له ان كنت ما جبتلكش الرهن عندك اهو، وانا ان لم اتك بحقك، ها؟ فايه؟ فالرهن ماشي لك او تبيعه او غير ذلك. يقول لك الشرط ده لا يصح. لا يا جماعه، قال لك لان لازم يكون البيع والتصرف في الرهن باذن جديد من الراهن، باذن جديد من الراهن. ليه يا جماعه؟ قال والله ده كان بيحصل في الجاهليه يحدث هذا والاسلام هدمه، لان كان بيحصل في الجاهليه ان يقول له ايه؟ الرهن لو انا ما سددتش الرهن ايه؟ لا. وده بيسمى في الحديث اللي هو حديث ايه؟ لا يغلق الرهن. خد بالك انت ازاي؟ لا يغلق ايه؟ رهن. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تغليق الرهن يعني ايه؟ يعني ان يستولي عليه المرتهن فياخذه مقابل. وكان بتوع الجاهليه الراجل ناصح، ما انا مش هديك الا لما يبقى الرهن ده يؤدي الدنيا زياده، ممكن يكون زياده كمان على الدنيا بمراحل. خدت؟ فانتظر واترقب وعارفك مش هتقدر تسدد، بمجرد ما يجي الوقت ايه؟ اروح واخد الرهن كله، يبقى كده خدت الايه؟ وده لا يجوز شرعا، وهذا لا يجوز ايه؟ شرعا. ولذلك هتقول لي طب ممكن يكون اقل،
مش بتوع الجاهليه اللي هياخد رهن اقل من ايه؟ هم شغالين بربا مضاعفه مضاعفه. خدت بالك انت ازاي؟ مش ده اللي هيروح يديله؟ مش كده واضح؟ فده لا يجوز، ادي سبب ما ايه؟ نهي عن تغليق الرهن. لكن لو نظرنا هنجد ان احنا النهي ده عن تغليق الرهن نهي ايه سببه؟ لا يغلق انه ما يستوليش عليه اذا كان اكثر من ايه؟ من حقه. لان انا عندي الرهن ده له ثلاث حالات، اما انه اكثر من حقك، واما انه يعادل حقك، واما انه دون حقك. طب جه الوقت ماشي قال لك انا ما ينفعش، امال نعمل ايه يا جماعه؟ خدت بالك انت ازاي؟ قال لك والله ايه القاضي زي ما قلنا اهو، او ياذن ايه المرتهن في بيع الرهن. اذا اذن المرتهن في بيع الرهن اتحلت المشكله، لان اذن جديد خلاص. وهو هنا على المذهب ان ايه؟ ان الاذن السابق لا يعمل به في البيع ولا التصرف. ان هو اداك وقال لك الرهن ده عندك اهو. طب عرفنا ان سبب ان هو الشرط ده بقى صح ايه؟ ان ممكن ياخذ الرهن ويكون اكبر من ايه؟ من حقي. فضرءا لهذه المفسده وسدا لهذه الذريعه التي كان يعمل بها في الجاهليه ويعمل الحديث اللي اخبرك اللي لا يغلق رهن، انتبه معي ما يستويش. قال لك كده ايه؟ نمنع من هذا. طب ماشي، ما احنا ممكن نتجنب المحظور ده وايه؟ ويبقى الاذن الاول سائل. طب العمل ايه هم عندهم هنا؟ عند اللي قالوا بقى ان ايه؟ انه ما ينفعش. قال لك نعمل ايه هنا؟ يأذن الراهب ببيع الراهب. ده كله في حال اذا ما سددش، ركز معايا. لكن لو سدد خلاص ياخد الراهب بتاعه ويمشي. ده كلامه ده في حال عدم الايه؟ السداد عند حلول الايه؟ الاجل. خدت بالك؟ قال لك والله ان اذن في البيع هنبيع. او بيع هو باعه بنفسه وايه؟ وادى الحق. الرهن كان اكتر خد الزياده بتاعته وادى الحق، الرهن كان مساوي اداه، الرهن كان اقل كمل. لكن ده كله ما عندناش مشكله فيه. ماشي كده؟ طيب هو قال لك رفض انه ياذن. استغل بقى الايه؟ القول ده. ولا هو اللي سدد ولا هو اللي قال اللي ايه؟ لا. يقول لك يرفع الامر الى الايه؟ الحاكم. ماشي؟ الحاكم هنا يعمل ايه؟ اما انه يرغمه على السداد والوفاء اذا كان يملك، واما انه ايه؟ انه يبيع او يلزمه انه ياذن بالبيع. طيب قال لك رفض الاول، هيقول له ياذن بالبيع على هذا الكلام، على هو الكلام مبني بعضه على بعض. قال لك طب هو ابى ان ايه؟ ان ايه؟ ان ياذن. يقول لك يحبسه ويعذره. اهو ان ابى حبس او عذر. ده كله على ان اشتراط الايه؟ انه لازم من اذني، الاذن الثاني، ما من الاذن الاول يكفي. طب قال رفض برضه ان ايه؟ حبس وعذر ورفض ادي اذن. يقول لك الحاكم يعمل ايه بقى؟ باعه الحاكم ووفى وقضى. طب احنا مش محتاجين في الحاله دي القول اللي المتجه في هذا ان الحاكم مش محتاج يحبسه ولا يعذره. مش محتاج يحبسه ليه؟ انما يقول له بيع، رفض يبيع، الحاكم يعمل ايه؟ يبيع مباشرة. ما هو ليه هذا؟ ليه نستنى لحد ما نحبسه ونعذره ليه يعني؟ طب ما حتى يطير اولا في زيادة ضرر عليه هو، طب ليه؟ مش محتاج الحبس ولا التعذير، ما احنا عندنا العين المرهونة للاستيساخ بالايه؟ من ده. طب قول الصواب ان هذه المسألة ان الاذن الاول يكفي بشرط، بشرط الا ياخذ اكثر من ايه؟ من حقه. الا ياخذ اكثر من ايه؟ من ضابط ايه برضه؟ عشان كده بنقول الاول لما يرجع للحاكم، الاول يرجع للايه؟ عشان الحاكم مين اللي بيع؟ الحاكم الذي يجري البيع. عشان نضمن فان كان اكثر من حقه اخذ حقه والزياده ردها، وان كان ها مساويا خلاص اقل يلزم الايه؟ الراهن بدفع ما تبقى عليه، بدفع ما تبقى ايه؟ عليه. ولا يحتاج الى الحبس ولا غيره، لان الحاكم له ان يجبره على البيع، فان ابى فللحاكم ان يبيع. ودي احنا واخدينها في كذا حاجه، وده الاقراء اللي ايه؟ ها؟ ده البيع اللي فيه اقراء بحق، ما في اقراء قلنا البيع لا يجوز الا اختيارا. ولا يجوز بيع المكره الا ما كان اقراء بايه؟ زي ده، زي الراهن ده، اذا ابى ان يسدد الحاكم يجبر ويكره ويبيع ويبيع صحيح، لانه متعلق بحق الغير.
وزي في حال الايه؟ المفلس اللي عليه ديون ارتكبته الديون، ودي العين مش عايز يبيع يجبره ويبيع ويعطي الغرباء ويرغب الى اخره. ده اسمه اقرار بايه؟ بحق. هذا اقرار بايه؟ بحق. واضح؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اسال الله ان يتولى بشؤون الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.